قال أنتم نصبتم أنفسكم علماء للسنة بالسودان وغيركم صوفية أو إخوان أو حزبية ما ردكم. والله ما حصل نصبنا نفسنا وقلنا الكلام ده مئات المرات ونقوله تاني. نحن ما علماء يا شيخ، لا أنا عالم، لا أبو بكر عذاب عالم، لا شهاب عوض عالم، لا أخونا أبشوك، لا أخونا محي الدين، لا نبيل، لا غير، كلهم ما عندنا زول عالم في الجماعة دي. نحن نسأل الله، نسأل الله إننا نكون طلاب علم ونبلغ الناس ولو آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. أما يقول لك أنتم نصبتوا نفسكم، والله ما حصل، هم نصبوا نفسهم، هم براهم. أحمد الصبح عبد القادر يقول لك أنا عالي وأنا البرفع وأنا البنزل، قال ولا ما قال؟ وقال، شفت كيف؟ الأواري يتكلم عن نفسه إنه عالم، أي مسألة يقسمها لأربعة، أنا ما أعرف ده ذاته جاي من وين، شفت كيف؟ ويمدح سيد قطب ويهاجم الحكام من المنبر فوق زي ما هو مسجل في ردنا عليه، والباقيين شغالين مع حياه تراث ومع غيره ومع غيره. فده كذب يا اخي، احنا ما حصل يوم قلنا احنا علماء ابدا، لكن احنا شغالين بالحديث بلغوا عني ولو ايه، ولقينا منكر عندنا فيه علم بنغير بنرد عليه اي زول كائنا ما كان. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.